ايه الكميات اللي موجودة حاليا في المحاجر، ويعني نوع الرعاية اللي بيطلقوها؟ شوفي حضرتك، لو انت حضرتك قلتي بالنسبة للعيد، لا العيد فعلا يعني فيه كان يعني يكون الناس مطمئنة ان الحاجة متوفرة للعيد. يمكن دي مسمعة برضو على الاسعار، مفيش ارتفاع في الاسعار، يمكن في نزول في الاسعار اليومين دولت بالنسبة للحيوانات الحية، لان فعلا في لا في كميات سواء الذبيح الفوري اللي بتيجي المحاجر الحدودية دي بتضخ يوميا اللحوم المبردة في المجمعات الاستهلاكية، وفي شركات قطاع خاص برضو جايبة عجول ذبيح فوري في محاجر الجنوبية هناك في أبو سمبل جاي من السودان، وبرضو دي الذبح يومي، وبتدي تنزل اللحوم المبردة في المنافذ أو في عند المحلات اللي بتبيع اللحوم المستوردة. علاوة بقى إن احنا خلال الثلاث أربع شهور اللي فاتوا دولت يعني استوردنا كمية من العجول بغرض التسمين، الفئة عشان خاطر هيطلعوا على العيد اليومين دولت، يعني موجودة في أكتر من يعني بتاع اكتر من 30 35 الف راس استوردناهم خلال الفتره اللي فاتت ديت استعدادا للعيد عشان يبتدي عرضهم قبل العيد كالاضاحي.